توقف. شوفي أنا قلت لك كل الكلام اللي قاله بدور للريال، أنا بس أفهم هو ليش ناوي يوقف في طريقي، أنا بنجح مستقبلي. ما عليه يا أبوي ما عليه، بعدين أنت ريال وشورك في راسك وتعرف خلاصك، ما مشكلة ما مشكلة. زين أنا عندي سؤال، ها هو ليش مو براضي يوقع العقد ويا النادي؟ يعني الحين أنا ما صدقت حد يسوي لي سالفة عقب ما غيرت اتجاهي من المسرح للرياضة. يا أبوي لا تصير براي، ما مشكلة، هذا أخوك العود ويدور مصلحتك، وبعدين بتدور خلي علي أنا. إن شاء الله فالك طيب، وكل ما يقول لك شيء قول إن شاء الله. سمعتني ولا لا؟ أوكي بنشوف أغرتها يا بدور. ألو مرحبا كابتن، معاك بدر أخو اللاعب المنتسب حديثا اللي ناديكم يوسف الفلت، عرفته؟ عليك نور. طال عمرك أنا عندي بعض الملاحظات بخصوص بنود العقد، يعني أشوف إن المبلغ ترى وايد بسيط يعني ما يسوى. هي وأنا أخوي بعد ما شاء الله عليه فلت، كيف المتحدث الرسمي شبيب يا أخوي، أنا أخو العود أتكلم بالنيابة عنه، ما هكذا تورد الإبل يا أخوي، أنا أخوه من ضمر شاب. خلاص عند شبيب عند شبيب، أنا ما أدري شو الموضوع عند شبيبي. مع السلامة. مع السلامة كابتن، مع السلامة. مع السلامة. ليش ما وافقت؟ وصلت العلوم أنت الثانية؟ أكيد جيت تحرون أنتو بس في البيت، تراني أنا وياكم، وبعدين بدور ترى مستقبل أخوك ولازم توقف فيها. مستقبل أخوك، أنت تعرفين شو مسوين في مستقبل يا السوف هايلة؟ شافوا يا أهل يبون يقصون عليه يتحرون ما ورا ظهر، تعرفين عاطيني من قيمة العقد 30,000 من 130، وتبيني أسكت؟ أوف 30,000؟ لا 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 توافق ولا شيء، خلاص احنا ابو الثلاثين هاي وين بيوديهن ولا بيعطي منه ولا شو بيسوي فيهن، خلاص لا توافق. وبعدين يسوف اخوي ما شاء الله عليه بيكون نجم مال هالنادي، يعطونا 30؟ لا يلا منك. عرفتي الحين ليش ما وافقت؟ انت من وعطاك الحق تتواصل مع مجلس إدارة النادي تتكلم بخصوص يوسف، وانت من وعطاك الحق انك تتكلم بالنيابة عن اخوي يوسف؟ انت تدري اللي سويته هذا ممكن يدمر مستقبل يوسف، وانت تدري اللي سويته هذا يسمونه استغلال ومقصة في حق يوسف. يا جماعة يوسف قاعد بينكم ولا يدري مستقبل يوسف. يوسف يوسف حبيبي يوسف الله يخليك، تعال وياي النادي، خلي نروح نوقع العقد، خلي نخلص أوعدك إن خلال سنتين بس أربع من قيمة العقد مالك هذي. يا السوف هذا حرامي جنبازي ما عليك مني نصاب، هذا اسمع كلام أخوك اللي يبغي مصلحتك، أنا أدرب هالسوالف، أنت خامة يدورون هالنوادي يا يسوف، وبعدين أبوي تشوت باليسار، تعرف الأشول كم يدفعوله، قيمة الأشول غير، أنت تعرف إنه أشول، مارادونا أشول، ميسي أشول، تشافي أشول، ما في حد أشول، محمد صلاح أشول، باتستوتا أشول. أي 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 أي. يوم بتعطي أمثلة عطى أمثلة محلية مو أجنبية، زهير بخيت أشول، عموري أشول، بخيت سعد أشول، عبد الله سلطان أشول، يوسف عزير أشول. وشو يخصني إذا أنا كنت أشول؟ اسأل أخوك هل أشول؟ اطلع برا 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 يا استغلب عليه بيتكم، اطلع برا. تطردني أنا؟ أطرد وأطرد عشرة من أشكالك، اطلع برا. احترم نفسك. أنت اللي احترم نفسك يا استغلب علي يا حبيبي. ما عليك ما عليك، أنت قف 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 قف. أنا براويك. قف قف راوني بعد. يلا 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 اجرب وجهك. يلا تعبان مقلب نفسك انت، راح الزير في شنطتك تعبان هذه، والله العظيم بيقص علينا واحد شرط هذا السافل تعبان. يا اخي شو سويت شو سويت يا السوف؟ عاد لا تستوي يا اهل التمصيح، خلاص انا اخوك العود واضرب مصلحتك.